مندل مبتروكس مرة كان عم بيهرب من الكي جي بي بروسيا وراح تخبى ببيت واحد إنسان. هو عم بتخبى هونيك شاف إنه عندهم ولد شلونه داع ضعيف كتير مريض كتير، وقالت الدكتور قال الام لازم تعطي له هالولد الإدوية الكريم، ديري بالك في سكجول ما تروحي عليك الحب. والام كانت كل يوم تعطي بالصبح اثنين، بالدور واحد، بالمساء اثنين، وتحط له الكريم ودير بالها على الولد. صدف يوم واحد انه الام نسيت تعطي الأدوية. شو ما صار اوكي نسيت بصير، والولد ضعف اكتر ومرض اكتر واكتر، وكان المصاب تبعه شلون يدع سكنات نفشوت. الام شافت الوضع تبع الولد، بلشت تركض بالأوضة تقول شو سويت. لعشر دقايق وقفت بعد 10 دقايق وقالت وهلا شو بقدر اساوي. بالاخر باروخ هشام عطوا له الدواء للولد، عطوا له الكريم. باروخ هشام الولد كبر، ما صار له شيء، تجوز الولد، توراه ومزوته مع عسيم توبي. بس هاد مندل متروبس اللي كان هونيك متخبي قال انا تعلمت القوه تبع الشباب من هالقصه كلها. لحنا بالعلام نساوي عبروت، ولحنا مو ملأخين ربوتاي، وما عم بيدور بوري علام انه لحنا نكون ملأخين. خلق بوري علام ملأخين زيادة بكفي الملأخين اللي خلقون، بيعرف انه انت عندك يا سارة عندك شهوة بتحب تساوي عبروت. بوري علام بيعرف، بيقول بوري علام في ناس بيمشوا بالعلام بيقولوا شو سويت عبرا حاجة تقول شو سويت، قول شو بقدر اساوي هلا شو بقدر اساوي. طب سويت العبرا، سويت شغلة اللي ما تصورت بحياتك تساويها، ندمت عليها، اوكي رح تبكي كل حياتك انه سويتها. لذلك اعطانا بوري علام قوة حتى شباب بيقدر يرجع انزلم لبوري علام ربه اللي خلقه بالشمايم، يرجع له الشمايم نظيفة قوة حتى شو بحاجة تقول شو ساويت، بلش تقول شو بقدر اساوي.